السلام عليكم اخواني، حياكم الله في صفحة اخوكم مهندس احمد الحسيني. اليوم بشرح لكم عن الابواب الخشبية، كل ما يلزم لاعتماد بند الابواب الخشبية. وخلينا ننطلق من درفة الباب. طبعا مثل ما شايفين هون عندي درفتين، الدرفة الأولى هي درفة باب رئيسي مقاوم للحريق، الدرفة الثانية هي درفة باب عادي غير مقاوم للحريق. نستخدم هذا الباب في الأبواب الداخلية، ونستخدم هذا الباب في أبواب غرف الخدمات وأبواب المطابخ وأبواب الرئيسية وأبواب الدرج. طيب خلينا نشوف هنا، نبدأ نتعرف على الباب العادي والباب الرئيسي. الباب العادي فيه فريم خشبي داير ما يدور الباب، تمام، وعندك حشوة من الشيبورد العادي، مش الشيبورد المقاوم للحريق، الشيبورد العادي. وعندك انت هنا في اثنين لاير كبس بلايوود، وبعدين عندك الفينير اللي هو تختار الفينير اللي انت تحب انه يكون عندك. هنا في عندنا مثلا مختارين نوع من الفينير، وكل نوع من الفينير له طبعا ميزاته، له ديزايناته مثل ما شايفين. هذا نوع من الفينير. طيب نجي على الباب المقاوم للحريق. الباب هذا عندي تقريبا سماكته ما يقارب 5 سنتي، فيه طبقتين من الفينير، وفي ديزاين خفيف هون، وفي عندي الحشوة عبارة عن تشيب بورد مقاوم للحريق مثل ما شايفين. هذا التشيب بورد يقاوم الحريق ل90 دقيقة. طيب خلينا نتكلم عن شوي معلومات عن الأبواب. هذا الباب الرئيسي تقريبا أيضا في عندك فريم يحزم الباب، وفي عندك من برا ديزاينات حفر على الباب نفسه. طبعا في حال احنا حبينا انه يكون الباب الديزاينات نافرة، هنا احنا راح نضطر انه نركب طبقة MDF. خليني بس اوضح لكم، اجلس مع اتجاه الانارة. طيب طيب بالنسبة للأبواب الرئيسية، هذه الأبواب الرئيسية اللي يميزها السماكة لأنها تقاوم الحريق. كم يكون سماكة الباب يتناسب طرديا مع الوقت اللي يقاوم فيه الحريق. بالنسبة للفينير يفضل أنه يكون الفينير أو الإكساء الخارجي للباب إذا كان معرض للماء في جهة الحمامات مثلا، ممكن نحط فينير عادي في الجهة الخارجية، وفي الجهة الخلفية نحط فورمايكا لأن الفورمايكا تقاوم الماء. بالنسبة للأبواب الرئيسية، هذه كانت الشروحات على الدرف، درفة الباب الرئيسي ودرفة المقاوم للحريق ودرفة الباب العادي الغير مقاوم للحريق. بالنسبة للفريم، فريم مثل ما شايفين يتكون من أركتريف، هذا هو الأركتريف، يأتي بديزاينات مختلفة. وعندنا الفريم هذا والأركتريف، وعندنا مكان القفل، عندنا هون ربر لعزل الصوت، هذا الربر، تمام.
أيضا بالنسبة للدرفة بيجي عليها إكسسوارات، ويفضل أنها تكون الإكسسوارات أصلية، وبيجي عليها المفصلات، يفضل أنها تكون 4 مفصلات، تمام، ويكون المفصلات أيضا أصلية وإنجليزية الصنع. أعتقد يعني بهذا الشكل نكون غطينا الأبواب الخشبية من حيث الاعتماد. طيب، ممكن يجيني سؤال، أنا كيف أعتمد أحسن أبواب خشبية؟ تعتمد مثل ما بالنسبة لأبواب الفاير، تعتمد مادة حشوة معتمدة، وتعتمد الفينير اللي يتناسب مع ذوقك وذوق المصمم، وتعتمد الديزاين اللي ما يكون فيه إضافات MDF، لأنه إضافات الـ MDF يعني ما تتحمل الظروف الجوية القاسية. أشكركم وشكرا لكم على متابعتكم لهذه العرض البسيط عن الأبواب، وأتمنى تكونوا استفدتوا. لا تنسوا الإعجاب والشير والسبسكرايب. شكرا لكم، شكرا لكم، والسلام عليكم.